أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم صل على النبي، الله يكرمك.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم
تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء Thank you.
انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ نور الالهي نور الالهي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله
عليك بما قدمت يداك. ذلك بما قدمت يداك. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك. ومن الناس من يعبد الله على ذلك بما قدمت يداك. ذلك بما قدمت يداك. ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون
ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله على كل شيء قدير. شهيد إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى
شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشياطين. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إنا
الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم. ولهم مقامع من حديد. ولهم مقامع من حديد. كلما جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير. الله الله.
الجنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين وطهر
والركع السجود. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطير بيتي للطائف فينا والقائم إمينا والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي وطير بيتي للطائف فينا والقائمين وطير بيتي إفينا والقان إمينا والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له الله
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطير بيتي وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم تجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر إنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد
وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها صواف الله أكبر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى
التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله ما هديكم. الله أكبر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هديكم. وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة.
سبحة دي عملناها في سيدنا الحسين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغي. الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله أكبر. صدق الله العظيم. تابع عليكم الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من أي ذكر حكيم. وهذه الليلة مقامة احتفالا بمولد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه، وأحياها القارئ المعروف قارئ الإذاعة والتلفزيون الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل.
وانتهت اذاعتنا، والسلام عليكم ورحمه الله، وكل عام وانتم بخير.